هذا الإصدار الأول ديال البحث ديالو حول التغيرات السوسيوثقافية والاقتصادية بقرية با محمد. هو من المنطقة ديالو، يعني من تاونس قرية با محمد. الدراسة لاتيز ديال الدكتورة بي اتش دي في جامعة السوربون باريس. هذا البحث الآن هو من الإصدارات الأولى، لأن كانت جامعة السوربون رسلت للسي بو فاطمة ملي كان مازال بالحياة ديالو واحد 16 ميكروفيش باش يديروا له واحد لا بوبليكاسيون يونيفرسال. هذا كان في بارمي لي ريكومونداسيون ديال الجوري اللي عطاوه بلا مونسيون تري اونورابل.